احكي لي الاستاذ لاباس عليك؟ الله يكبر بك، طولي عمرك، الله يبارك فيك. من مشاهدينا الكرام، انا لله وانا اليه راجعون. في هذه اللحظات وصول جثمان الراحله الدكتوره ليلى مزيان، زوجة الاقتصادي المعروف سي عثمان الجلون، بحضور شخصيات سياسيه وازنه واقتصاديه، من بينهم الوزير السابق ديال الاقتصاد سي فتح الله العلو، اللي حاضر في هذه الجنازه. انا لله وانا اليه راجعون. الدكتوره الطبيبه ليلى مزيان بن جلون، واللي وفاتها المنيه بمدينه الرباط بعد معاناه طويله مع المرض. جثمان ديالها كيوصل في هذه اللحظات الى مقبره الشهداء بمدينه الدار البيضاء، بحيث ستؤدي على روحها صلاه الجنازه. سعيد، إذن مشاهدينا الكرام، بحضور السيد فتح الله العلو السياسي والاقتصادي ووزير المالية والاقتصاد السابق، جاي يحضر جنازة ديال الراحلة ليلى مزيان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها، الله يوسع على ضيقة القبور يا رب. سي فتح الله العلو اللي اكيد ان المغاربه كلهم تيذكروا انه كان وزير سابق سنه 1998، واللي حاضر اليوم جنازه الراحله ليلى مزيان بن جلون. ولا نقول الا ما يرضي الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اذن حضور الزوج سي عثمان بن جلون، لأن حضور سي عثمان بن جلون الاقتصادي المعروف والملياردير المعروف في مدينة الدار البيضاء بمقبرة الشهداء، من أجل أداء صلاة الجنازة على روح الراحلة ليلى مزيان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الاقتصادي والملياردير عثمان بن جلون يصل في هذه اللحظات إلى مقبرة الشهداء ويدخل لأداء صلاة الجنازة على روح زوجته ليلى مزيان بن جلون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتا شي واحد ما غيبقى، كل واحد راه غيوصل ليه الاجل ديالو غادي يموت. شكون اللي غادي يبقى حي؟ حتى شي واحد ما غادي يبقى حي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اكيد اننا في هذه الحياه مولا نوبه. الله يرحمها، طبيبه وسيده اعمال مغربية، وفاتها المنية اليوم السبت صباحا بمدينة الرباط بعد معاناة طويلة مع المرض. الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها ضيقة القبور. إنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كثير بساد لبس عليك، الله يرحمها مسكينة، البركة في راسكم. كان حضور ايضا الامين العام لحزب الاستقلال نزار بركه. سي نزار بركه في راسكم. كان شخصيات سياسيه واقتصاديه بارزه تصل في هذه اللحظات إلى مقبرة الشهداء من أجل أداء صلاة الجنازة على الراحلة ليلى مزيان بن جلون، الطبيبة وسيدة الأعمال المغربية وزوجة الملياردير عثمان بن جلون، بعد أن وافتها المنية يوم السبت صباحا بمدينة الرباط. وعزاؤنا للعائلة الكبيرة والصغيرة في هذا المصاب الجلل واللي أصابهم اليوم. الحاج كبير لاباس عليك، الله يطول عمرك الحاج، امين. انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله، الله يرحمها، الله يوسع على ضيقات القبور يا رب، الله يصبر العائله ديالها الصغيره والكبيره. في هذه اللحظات ستقام صلاة الجنازة على روح الدكتورة ليلى مزيان بن جلون، زوجة الاقتصادي والملياردير الشهير عثمان بن جلون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، الله يرحمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.